خارج ديري ديك هكاك هذيك الثمانية خليها طيبيها زعما شنو الثمانية ترجع ديك الرقم ولا شنو نشوفوا الفنان هذا كذب راه لاباس عليك نشوفوا تشكتكا بشوية قلبي يا سلام صفيقة تحرى على أنا كذب راه وكذلك الطفلة والعكار الباسيل أمين المرأة انا اصلا قبل ما نجي لهنا كنت عارفه ان ورقات اختار كنت عارفه تختار 8 علاش انا عارفه تشغل حيت اصلا هنايا في جيبي عندي واحد الورقه من كاخ جيو الا جبنا نلقاو على البيت دوكا يا سلام تفيقة تحرى على الفنان ادم كدبرة عرفها شنو غادي تطلب وعرف ديك البنت اللي غادي نطلع تبارك الله عليك العاب جميله لازال في جعبته العديد من الالعاب غادي نشوفوا اللعبه المواليه المفاجاه المواليه بغا يسولكم الفنان ادم كدبره الى قلنا لكم النجار شنو هما الادوات اللي كيستعمل نعم مطرقه منشار خشب تبارك الله عليكم كلكم مشاهدين والا خدينا شكون اخر الى خدينا الماجيسيان شنو كيستعمل العصا السحريه بالضبط ولكن هذا ماشي ماجيسيان ما عندوش العصا السحريه ما عندوش ماشي ماجيسيان لا لا او تفيقة تحرى على الماجيسيان ادم كدبرة عنده جوج عصاوات وحده ليا وحده ليه دائما التعبئه مضاعفه شكرا للفنان ادم كدبرة لعبه مواليه غادي نشوفوا شنو غادي يقدمنا فيها تحت التصفيقات ديالكم صفقوا لنا ادم كدبرة تفضل استاذ شنو غادي دائما الكولينينكس هيب شويه يا تصفيقة تحرى على الفنان ادم كدبرة تحت التصفيقات ديالكم غادي نقولوا له شكرا ليك الفنان ادم كدبرة شكرا اما اللحظه سوف نقوم مع كلمة الإذن نفضل عمر سي عمر غادي يقدم لنا كلمة بهذه المناسبة تفضل بسي في البداية تشكراتي واحتراماتي لكل الأباء اللي لبوا النداء لحضورهم هذا المهرجان الثقافي والترفيهي وكذلك ومن خلالكم كنشكروا كنقدموا تشكراتنا المجموعة الفكاهية وكنطلب الحضور الكريم باش تصفقوا عليهم بحرارة لأن بكل صراحة قدموا لنا واحد العمل عمل جيد وبدون مقابل وهذا افتخار بالنسبة للمؤسسة ديالنا اللي بدوري باسم كل أعضاء الجمعية كنهنيكم وكنشكركم وكنقولوا دائما على أن المؤسسة راه الإشارة ديالكم في كل هذه التظاهرات الثقافية والترفيهية واللي الأطفال ديالنا كيحبوها وكيبغيوها فمرة أخرى وباسم الآباء وباسم الإطار والأطر العاملة بالمؤسسة كنهنيكم وكنشكركم وشكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا أستاذ على هذه الكلمة الطيبة وكذلك كان معنا أطفال مركز أولادي اللي غادي نشوفوا الكلمة ديال الفنان والصديق ديالنا خليل أخصي إطار بمؤسسة مركز أولادي. ورئيس ديال المؤسسة شكرا السي أمين وأولا كنشكر السي أمين والسي العلوي والإخوان اللي شرفوا على هذا البرنامج ديال هذا الملتقى ديال الكوميديا هذه مناسبة أولا كان زعما كان يمكننا نعبروا على مدى التأثير ديالنا على هذا النشاط المتميز اللي كيديروه الزمرة ديال الشباب يعني هو نشاط انا كنشوف على انه يتميز بالكثير على مهرجانات اللي هما كينظموهم محترفين وكينظموهم مجموعه ديال يعني هما شباب صافعوا باش 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 يجمعوا واحد المجموعه ديال يعني ديال الكوميديين ومجموعه الاطفال في هذا النهار هذا هو كنشكرهم وكنشكرهم كذلك على الاستضافه ديالنا خلال السفرية الاطفال المتميزه وشكرا واحد السؤال استاذ قبل ما تمشي استاذ انت رئيس جريده ديال المواطن الصغير ديال استاذ يعني رئيس التحرير ديال مواطن صغير وتنشرنا هذا الشيء هذا العدد هذا فوقاش يلقاو الجريده ديالهم الاطفال ديالنا
اذا بالنسبه لجريده المواطن الصغير هي اول جريده كتصدر جهه فاس بولمان، وحاليا هي الجريده الوحيده خاصه الاطفال كتصدر في المغرب كامل، كتصدر مره في الشهر. ان شاء الله التغطيه ديال النشاط هذا ديال هذا النهار هذا غادي تكون هاد مارس في مارس باش يقتنيوا الجرائد ديالهم ويتقنوا العاده ديال مارس هذا ديال مارس. شكرا استاذ خالد تحت الاستغاثه ديالكم غادي تاخذوا الجريده ديال العدد ديال مارس ديال المواطن الصغير غادي تلقاو فيها التغطيه ديال هذا النشاط، وكذلك النشاط كامل غادي تلقاوه مصور في الانترنت غادي تلقاوه في مهرجانات التراثيه. ولازلنا مع فقره اخرى تحت التصفيقه ديالكم كنادي على الفنان فنان فتاح الغرباوي. تفضل استاذ فتاح غادي يقوم لنا الفقره ديالو. ابى الا ان يشاركنا في هذه الفقره، غير بغيت نقول لكم افتح علي علي افتح علي علي افتح علي علي افتح علي. شكرا تصفيقه زهراء على فتاح. قبل ما شكرا نعطي الكلمه لفتاح بغيت نقول واحد الكلمه. المهرجان فاس الوطني للفكاهه والسخريه في الدوره الثانيه ديالو كانوا شي حوايج زوينين فيه، ولكن احسن حاجه كانت فيه هي هذه الصبحيه هذه رفقه هذه الاطفال هذه. شكرا لكم. شكرا خالد. شكرا استاذ تبقى معاك. انا مريحه في راس الدربين. انا غادي ندير مع الوليدات واحد اللعبه، اللي بغى يلعب يهز غير صبعو وفاش يكون جاي يجي غير بشويه باش ما يطيحش. صافي اجي اجي انت اللي فوق انت اللي قال له اجي ويجي. انا قلت لك يدير صداع ما غاديش نوضو، هي صبعك وبقى في بلاصتك وغادي نوليو نلعبو ونوليو نعزلو على تاك. يا الحاج برافو هذاك اللي فوق كاع عفوا اجي صافي بركة. عطينا تصفيقات عليهم يلا كلشي غادي يعطيني واحد الصف هنا. اجا هما هنا صليتو الصبح ولا صلاو هنا؟ شنو سميتك؟ هبة. هبة سناء. سناء مين؟ الله الله أمان. أمان ياسمين. ياسمين أميمة. أميمة جوجة جوجة لحقاش قدك عيط نقلب لقيت وحدة دابا. ميساء. ميساء أيمن. أيمن طيب طيب ايه عندك راه طيبة لا عبد الرحمن. عبد الرحمن حكو يوسف سفيان. ثقة هذا على سفيان. ثقة هذا زين على سفيان. ياسمين. ريم. ريم. ثقة حارة على ريم. غادي نديرو واحد اللعبة والدراري الصغار يقدروا ما يفهموهاش، المهم ما نديوش عليهم نديوها على الكبار. هاد اللعبة هادي سميتها طاطا تيتي طاطا كيفها. فاش تسمعوا طاطا تيتي كلشي غيجلس، فاش تسمعوا طاطا كيفها كلشي غيوقف. إلا قلت لك تيتي وما قلتش طاطا ما تجلسي ما توقفوا. صافي نديروا تجربة. طاطا تيتي طاطا تيتي ونبقاو جالسين تنقول لك طاطا كيفها طاطا كيفها. شوفي فاش تجلسي ونقول لك انا كيفا ما تجلسيش كاع في خطرة صافي تبقى عليها. طاطا تيتي برافو طاطا كيفا سي تخي بيان. طاطا كيفا انا راه غلطكم راه اللي غلط الجمهور غيقول له باي باي. صافي دابا نبداو ياك. طاطا تيتي
الضاوية افتح افتح انت راه كتهضر ليا زعما ما كتوصل الهضرة عاد تتهضري فهمتي نجي موراهم جي موراهم ولا القدام حيت هذه ما تديش عليها راه كتجي معطلة هذيك الرابعة طاطا تيتي هادي مهمة طاطا قفا طاطا تيتي طاطا تيتي دغيا دغيا نقول طاطا قفا كلشي وقف طاطا تيتي دغيا ما تعطلوش طاطا قفا طاطا تيتي اوبا هلا اجلس افتح هذه بقات بلاش بلا ما تعذبها تنوصف ديجا هي واقفه بلا ما تعذبها يلا دابا غادي نبداو نقصيو اخر مره اللي قلتي لي تقصى نخرجو صافي يلا بدا والجمهور حتى هو حكم معايا صافي يلا طاطا قفا طاطا تيتي قفا هاللي ما بغيناش هاللي ما بغيناش كتغير هادي وهادي وهادي اش درت لك 500 درهم كنسالها عندك بقيت قلت لها اش درت لك انت زعما رابحين دابا هادو كلهم مقصيين اللي وقفوا ياك اسف نعم نقولوا لهم باي 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 زيد يلا اللي واقفين كلهم باي باي بلاتي باي باي تهدي ياك باي 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 تهدي صافي صافي هادو مزيانين ياك مزيانين نكملوا يلا كمل طاطا قفا طاطا قفا راه غير هدات عليك راه ما جلستش اصلا هي كتهبط فيه تحت السيور ياك ماشي مشكل طاطا تيتي يا صاحبتي شتي كنقول لك والله ما سمعتكش غير ما سمعتكش صافي كمل تعاوديها مره اخرى وطيت نفوسك طاطا قفا طاطا تيتي راه الا ما خسرتوش راه غتعياو طاطا قفا الرك النخ طاطا تيتي ما كان ما مالك تبقى تشوف فيها ما هذيك اللي كتطلع وتهبط فاس دالها شنو نقول لها باي باي يا بزاف كملنا قفا ابوك هادي باي باي اللي باي 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 وانت باي باي وخليك انت خليك انت انا خليك كمل بطاطا قفا بطاطا تيتي ابوك باي باي شكرا اجي باي هادشي راه ما كتغش وما كتبان لكش واخا فيك فرحانه غادي هاكا واخا فيك راه بحال في اللوطو ديري حطها انا اجي هنايا هاك شنو كدير لشعرك باش كيولي هاكا شوف تا شنو سميتك بعدا نسيت ياسمين اه هادي غاسميت قتلاتو عندك تقولي شي والله رومانسيه شنو سميتك؟ عاوتاني سكون ريم ريم غادي تبقى معايا يا ماك يلا انتوما شكون يبقى معايا؟ سناء سكون سناء عبيد أم إيماء أيمن رحمة عبد الرحمن يلا دابا غادي نبداو نزربو شوية طاطا تيتي شكرا تبارك الله عليك مازالين هنا ديال مازال ثلاثة ما تشوفوش فيا طاطا قفا طاطا الرم طاطا تيتي طاطا تيتي
إن جاء أجي مازال غادي مزهرة مازال ولا لا كتحشمي كتحشمي مزروبة ها كتحشمي يا مزربة لاش ويلي ويلي حشم عليك ويلي 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 شنو كدير كنحشم ويلي كدير وحشوم حشوم حشوم صورة تذكيرية رفقة حشومة سامي شكرا صورة تذكيرية Hey!
لا احنا مشينا حنا صافي تمشي معاك زيد